بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن مفهوم مهم جدا، بس قبليها انا طبعا لو قلت عندي كلاس اسمه سترينج اقدر اقول ايه سترينج. هتلاقي عندي في مثلا كيس سنسيتيف، في عندي ليت، في عندي ران، في عندي فانكشنز، في عندي فانكشنز اساسيه مع اي نوع سترينج، صحيح؟ طيب الفانكشنز دي كلها مشتركه في النوع اللي اسمه سترينج. في حاجه اسمها الريسيفر تايب والريسيفر اوبجكت، عايزين نعرفهم. لما اقول سترينج ده ريسيفر تايب، هفهمكم الفكره بتاعت الريسيفر تايب والريسيفر اوبجكت دلوقتي، بس تعالى نعمل مثال منفصل كده على السترينج ده ريسيفر تايب، ماشي؟ ولما اقول ذس ده اسمه ريسيفر اوبجكت. يعني لما اجي اتكلم على الحاجه اللي اليوزر باعتها او القيم البيانات اللي هتشتغل عليها دي اسمها ذس، ودي بنسميها ريسيفر اوبجكت. النوع ذات نفسه اللي مبعوث هو ده اللي اسمه الريسيفر تايب. نفهم المفهومين دول وتعالى نتكلم على الاكستنشنز فانكشن. اكستنشن فانكشن اتكلمنا عليها قبل كده. تخيل عندنا كلاس اسمه سترينج، ده موجود مع اللغه اصلا، وانا عايز اضيف عليه حاجه. فانا عملت فانكشن اسمها سترينج، اهو اسم الكلاس زي ما عملنا تيبل دوت ريموف فيرست وورد. مفيش اصلا فانكشن اسمها ريموف فيرست وورد جوه الفانكشنز الاساسيه بتاعت الكوتلين، مفيش. لا انا عايز اضيف بقى، فقلت ايه سترينج دوت ريموف فيرست وورد، ودي بتريتيرن سترينج، ومتعامل بقى كود بسيط جدا بيمسح اول كلمه في اي ايه في اي باراجراف انت بعته. فقلت له ذس، يبقى ذس ده الريسيفر اوبجكت، يعني الحاجه اللي مبعوثه. خلاص قلت له سب سترينج، عايزك تقطع من اول ايه، قلت له ذس دوت اندكس اوف سبيس، فيدور الاول سبيس. اول سبيس طبعا بتيجي بعد اول كلمه، خلاص، و كوما ذس دوت لينث لغايه الاخر. يبقى هيبدا يقطع من اول بعد اول سبيس لغايه الاخر. خلاص زودت فانكشن على كلاس اصلا بالاصل موجود، وعملت بعد كده في المين فانكشن فاريبل سميته تكست، احط فيه اي تكست اي كلام، يعني ما بين تكست وسلاش تكست، ومتعمل بيست كده لشويه كلام. بس خد بالك اول الكلام بدأ بكلمه هير، هير طبعا لازم تكون من غير سبيس، ما ينفعش قبلها سبيس، لان كده مش هينفع الكلام اللي احنا بنتكلم عليه الفكره بتاعتنا، يعني لانه هيبدا يقطع من قبل كلمه هير. على المهم نيو تكست، والنيو تكست هنادي على تكست دوت، دور لقيت في كلمه ريموف فيرست وورد اتضافت اكنها من اصل الايه، من اصل الفانكشنز كانت موجوده جوه سترينج، لان هي حصل لها اكستنشن، يعني هي كانت اكستنشن واتضاف. فقلت له تكست دوت ريموف فيرست وورد، وهعمل برنت لاين للنيو تكست ده عشان تشوف. هكتب بس ذا نيو تكست از وكولون، وتعالى نطبع الايه، نطبع النيو تكست بتاعنا عشان اوريك النيو تكست الفانكشن بتاعتنا اتضافت عليه ازاي. وادي الكلام اهو، بس طبعا ايه اخد بالي ان ايه قبل هير، هير طبعا كده لازم اشيل المسافه اللي قبليها عشان الكود بتاعي بيلعب على المسافات، عشان يشيل كلمه هير والكوما ويبدا من اول وي ويل ليرن مش عارف اباوت هاو مش عارف ايه. فلو جينا عملنا كده رن، فتاخد بالك بس في الكود اللي احنا كاتبينه كلمه ذس بس هي اللي بنتكلم عليها، ذس كيورد ديت اللي هي الاوبجكت اللي جاي لي، يبقى ده قيمه السترنج اللي جايه لي. هنا بس كان في قوسين ناقصين في كلمه ريموف فيرست وورد. وتعال نعمل ايه رن، خلاص يبقى ذس ده تعود على الكلمه على قيمه البيانات اللي مبعوته لي اللي هو النص. فقال لي ذا نيو تكست از وي ويل ليرن اباوت هاو مش عارف وي كان دايناميكلي مش عارف ايه. يبقى كده ايه النص بتاعنا، عملنا اكستنشن فانكشن وشفنا كلمه ذس كيورد، وفهمنا يعني ايه ريسيفر تايب وريسيفر اوبجكت.